طبعا كلنا ما كناش مصدقين لما مهرة أبو الليل وجابر رفعوا السلاح على بعض في حلقة مسلسل ضرب نار، اللي أحداثه اتغيرت تماما بعد ما الناس كانت فاكرة إنهم هيشوفوا قصة حب جديدة بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. الكلام اختلف. أحداث مسلسل ضرب نار رجعت تاني أقوى من الأول بعد ما عدى حلقتين كده قضاهم جابر أبو شديد في السجن واتجوزت فيهم مهرة أبو الليل، فتاة شبرا القوية من زيدان بي. الجمهور ما كانش مبسوط قوي، وعلى طريقة براد بيت وأنجلينا جولي في فيلم مستر أند ميسيس سميث قابلت ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي تاني في المسلسل بعد ما خرج من السجن، ولما حاول يهددها ورفع عليها السلاح علشان يقولها أنه مش هيسيب حقه، فاجأته هي وقالت له مهرة اتغيرت يا جابر. لو فاكرين فيلم مستر اند ميسيس سميث ده اللي قدمه براد بيت مع انجلينا جولي، وكان ساعتها متجوز جينيفر انستون، بعدها على طول انفصل عن مراته جميله الجميلات هوليوود عشان يرتبط بجميله جميلات الاكشن في هوليوود. وفي الفيلم اللي قربهم من بعض ده كانوا متجوزين واتفاجئوا انهم ما يعرفوش حاجه عن بعض، وطلعوا هما الاثنين قتالين قتله ومتاجرين ومطلوب منهم يخلصوا على بعض، وبعد ما حاولوا الحب حماهم وقدر انه يخليهم يتجاوزوا اوامر رؤسائهم ويرجعوا لبعض من تاني. تقريبا ده اللي هيحصل بين مهرة أبو الليل وجابر أبو شديد في الحلقات اللي جاية، خصوصا أنه لسه ما يعرفش أن ابنها منه، وكل واحد فيهم فاكر أن تاني غدر بيه وضحك عليه زي ما أولاد الحلال وصلوا ليهم. في الحلقات اللي جاية من مسلسل ضرب نار هيحاول جابر أنه ينتقم، خصوصا أن مهرة ما ادتلوش فرصة في التسامح، وهيبدأ يدور على قريبه اللي ورطه في السجن وكمان وقع بينه وبين مراته وكان سبب في أنها خلعته. مش صعب علاقة مهرة وجابر ترجع تاني، أولاً مش ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي اللي هيعملوا مسلسل مع بعض عشان يبعدوا عن بعض. دول كل مرة يقدموا قصة حب أقوى وأعمق من اللي قبلها. ثانياً إن علاقة مهرة وزيدان بيه أصلاً متوترة، خصوصاً إنها مش عاوزة تخلف منه عشان خاطر ابنها حسن، وكمان شاكة في شغله وفي فلوسه وفي أخته اللي واقفة ليها على الوحدة. الحلقات اللي جاية هتبقى ضرب نار فعلاً واسم على مسمى، ومش بعيد نلاقي جابر ومهرة رجعوا لبعض تاني عشان يقفوا في وش كل اللي عملوا ليهم مشاكل وفرقوهم عن بعض. بنت شبرا الجدعة اللي مش هتتخلى عن أبو ابنها الصعيدي اللي حبيته من أول نظرة مهما كانت الظروف اللي فرقت بينهم، وهنشوف.